إنني وأنا أمام جمعكم الكريم من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين والجامعيين، أحيي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لتنظيمه هذا الملتقى الموجه بالخصوص للشباب أصحاب المشاريع، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولة. لقد أخذت وقتاً طويل قبل المجيء إلى القاعة مع شباب المبدعين، ولما نرى ما شفته من إبداعات ومن يعني مبادرات خلاقة، صراحة يطمئن الإنسان على مستقبل الوطن إن شاء الله. ولذا أطلب من سيادتكم رجال الأعمال ومن السيد الوزير الأول والسيد رئيس الكرية أن تأخذوهم تحت حمايتكم الشباب، بس نشوف الشباب نتاعنا صراحة يعني ما هيش ديماغوجية، ولكن الواقع راكم تعرفوه من ناحية هذا الإبداع تاع الستارت اب بصفة عامة ولا لا ميكرو انتربريز، كنا نشوفوا فيها من الجانب الاجتماعي، خلقنا دي ميكرو انتربريز قال اعطيه معليش يمشي يشري حاجة يتقوت بها، ولا ما كانش فيه رغبة لتطوير الاقتصاد بالشباب نتاعنا، رغم أنهم عندهم يعني إمكانيات إبداع خلاقة. والدليل ما شفته، أنا أول مرة شفت وسمعت أن فيه ستارت اب جزائرية تصنع لي ساتيليت وراها تسوق مع دول في الخارج.